السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم الفرض الكتابي الأول في مادة الرياضيات بالنسبة للمستوى الرابع ابتدائي. لأول مرة غادي ندير شي فرض ديال المستوى الرابع ابتدائي. كنتمنى أنكم دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس اللي يعجبوا الفيديو يبارطاجيه مع الأصدقاء والصديقات ديالو باش تعم الفائدة إن شاء الله. إذا هذا الفرض ديال الرياضيات فيه 6 ديال الأسئلة، ساهلين بزاف، حاولوا أنكم تبعوا معايا. إذا السؤال الأول: أملأ الفراغ حسب المطلوب. إذا غنملؤوا الفراغ حسب المطلوب. هنايا هاد العدد 3516 غادي نكتبوه هنا بالحروف، وهنا 580200 غنكتبوها بالأرقام. إذا هنايا بالحروف 3000. إذا 3500 pardon وخمسمائة وستة عشر. إذن 3516. نعم، إذن العدد اللي هو مكتوب بالحروف غنحوله بالأرقام. إذن 580 580 1200. إذن 500 هي وثمانون ألفا هي ومئتين. إذن هنايا كنتكلموا على جدول العد، هنا 580 هو صنف الآلاف و200 هو صنف الوحدات البسيطة. دوزو السؤال الموالي، السؤال الثاني: أضع الرمز المناسب أكبر أو أصغر أو يساوي مكان النقط. إذا هنايا عندي مقارنة الأعداد الصحيحة الطبيعية، هنا عندي عددين غنقارنهم. إذا لمقارنة هذين العددين، أولا احسبوا عدد الأرقام، هي المرحلة الأولى. إذا هنا 1 2 3 4، وهنا 1 2 3 4 5. إذا هنا فيه 5 ديال الأرقام، إذا هذا هو الكبير بكل بساطة. إذا هنايا 76098 مع 76509. أولا نحسبوا عدد الأرقام، إذا 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. إذا نفس عدد الأرقام. إذا حسبنا عدد الأرقام ولقيناهم نفس العدد، كنبداو من اليسار إلى اليمين. إذا هنايا نقارنوا 7 مع 7 بحال بحال، 6 مع 6 بحال بحال، هنا 0 مع 5، إذا 5 أكبر من 0، بالتالي هذا العدد هذا هو اللي كبير. إذا السؤال الموالي، السؤال الثالث: ماذا نسمي الرقم 8 في كل عدد من الأعداد التالية؟ إذا هنا ماذا نسمي هذا العدد أو الرقم 8؟ 8 شنو كنسميوه هنا؟ إذا لاحظ، إذا هنا الوحدات، العشرات، المئات، وهنا 4 وحدات الآلاف، وهنا عشرات الآلاف. إذا هذا تسمى عشرات الآلاف، عشرات الآلاف كتسمى. نعم، وهنا 8 في هذه الحالة، هذه وحدات، عشرات، مئات. إذا المئات، مئات، إذا نقول مئات الوحدات البسيطة. السؤال الموالي، السؤال الرابع: أضع وأنجز ما يلي. إذا هنا العمليات، عندنا عملية الجمع، عملية الطرح، عملية الضرب. إذا عملية الجمع إذا بسيطة جدا، إذا انتبهوا للوضع: 2 4 7 6 زائد، إذا نبداو من هنا، 9 2 5 3 ونجمع 9 زائد 6 15، اكتبوا 5 واحتفظوا بواحد. 1 زائد 7 يساوي 8، زائد 2 يساوي 10، اكتبوا 0 واحتفظوا بواحد. 1 زائد 4 يساوي 5، زائد 5 10، اكتبوا 0 واحتفظوا بواحد. 1 زائد 2 3 زائد 3 6، والجواب هو 6005. بالنسبة لعملية الطرح، عندي 9875 ناقص 695. إذا نكتب هذا العدد هو الأول، 9875 ناقص، ونبدأ من اليسار ونبدأ هنا من اليمين. إذا 5 9 هنايا 6، نعم، 5 ناقص 5 0، 7 ناقص 9 سالف 10 وردوا السلف 1. إذا 17 ناقص 9، إذا 17 إذا نقصنا منها 9 شحال تولي؟ إذا هي 8. نعم، و 8 ناقص 7 1، و 9 غتصبط غتولي 9108 هو الجواب الصحيح. هنا عندي عملية الضرب، 3456 غنضربوها في 2. لاحظ، إذا 2 في 6 يساوي 12، اكتبوا 2 احتفظوا بواحد. 2 في 5 10 زائد 1 11، اكتبوا 1 احتفظوا بواحد. 2 في 4 8 زائد 1 9، 2 في 3 6، والجواب هو 6912. إذا 2 في 6 12، اكتبوا 2 احتفظوا بواحد. 2 في 5 10، اكتبوا أضيفوا 1 إلى 10 تصبح 11، اكتبوا 1 احتفظوا بواحد. 2 في 4 8 زائد 1 9، 2 في 6 3 يساوي 6. دوزو السؤال الخامس،
تابعوا معي، يمثل الجدول الآتي عدد الأغنام التي باعها فلاح بين سنتي 15 يعني 2015 وسنة 19 يعني 2019. التمرين هذا أو هذا النشاط هذا متعلق بالمجال الرئيسي ديال البيانات، مفهوم؟ ديال البيانات. نعم، قلنا هذا الجدول هذا كيمثل عدد الأغنام التي باعها واحد الفلاح من 2015 ل 2019. إذا في 2015 حال باع 10، في 2016 45، في 2017 60، في 2018 35، في 2019 70. نشوفوا التمثيل المبياني. السؤال الأول أتمم التمثيل المبياني، هذا التمثيل المبياني غنكملوا. إذا أولا نشوف 2015 واش كتبوها صحيحة. 2015 حال باع 10، إذا هما داروا باع 30، خطأ. إذا هذه غنزولوها، نجيب واحد البلانكو ونزولوها. دونك هذه خاصها تزول منها، ستوصل عتا 10 وتحبس. إذا عتا هنا بالنسبة لي مدى 2016 45، أين هي 45؟ 16 هنا و 45 هنا. إذا غنطلعك بالطريقة الطريقة. إذا هذا هو المبيان ديالي، تمثيل المبيان. ندوزو الآن 2017 60، فين هي 60؟ هذه 2017، 2017 هي هذه و 60 هي هذه. إذا نفس الطريقة. انتم بطبيعه الحال استعملوا المسطره، انا في هذه اللحظه ما قداميش المسطره، داكشي علاش. بالنسبه ل 2018 35، فين هي 35؟ 2018 هي هذه، 35 هي هكذا. بالنسبه ل 2019 70، اين هي 70؟ هي هذه، اذا 70 هي هذه. هذا التمثيل المبياني ديال الاغنام التي باعها فلاح بين 2015 و 2019. السؤال الموالي، في أي سنة باع هذا الفلاح أكبر عدد من الخرفان؟ واش من سنة باع هذا الفلاح أكبر عدد من الخرفان؟ إذا كنشوفوا السنوات وكنشوفوا عدد الأغنام التي بيعت. 2015 باع 10، 2016 باع 45، 2017 باع 60، 2018 باع 35، وفي 2019 باع 70. إذا هنا في 2019، في سنة 2019، لأنه باع 70 يعني من عدد الأغنام من الأغنام. سؤال موالي، في أي سنة باع هذا الفلاح أصغر عدد من الخرفان؟ إيش من سنة باع أصغر عدد؟ طبيعة الحال في 2015، في سنة 2015 بقيمة 10 من الأغنام. سؤال الموالي والأخير في هذا الفرض، أضع علامة في الخانة المناسبة. إذن نوضع علامة في الخانة المناسبة. عندي هنايا المستطيل وهنا عندي متوازي الأضلاع. هنا المستطيل اسم المضلع، مستطيل. هنايا اسم المضلع متوازي الأضلاع. قطراه لهما نفس المنتصف. إذن القطرين عندهم نفس المنتصف. نعم. وتهنا نعم. القطران متقايسان، هنا نعم وهنا لا، هنا ماشي متقايسان، له اربع زوايا قائمه، صحيح وهنا لا، مفهوم. اذا بهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الفرض الكتابي الاول في ماده الرياضيات بالنسبه للمستوى الرابع ابتدائي. زيدوا دعموا القناه باش نزيد ندير لكم فروض اخرين ان شاء الله. كنت معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.